ضيعنا نقطتين نظن تعادل بتاع من الهزيمه. الحاجه الاولى نعتذر الانصار تاعنا باسكو درنا لو تو باش نبريبارو اون ايكيب اللي تكون كيما يقول لك تكون في هذه لا سيمان. ما يخفالكش باللي سي فري الجمهور تاعنا راه بعيد على الاحداث اللي راهي صايره في الفريق. اليوم ما يخفالكش باللي 6 لاعبين راهم في العياده ما استفاديناش منهم بوندون هذا الاموا. الجمهور يطالب اللاعبين ويطالب الستاف تكنيك بالريزيتا بوزيتيف وهذا من حقه. حنا لوان دو سا لوان دو سا نهضروا على المشاكل تاع جمعيه وهران حتى الان كما يقول لك انا نعيشوا في ظروف صعبه من ناحيه استرجاع المصابين من ناحيه كما يقول لك ما تمشي معنا الحظ تاعنا مع الحظ تاع الستاف تكنيك ما تمشاش. رانا قاعدين حب للفريق الاولى حب للفريق باسكو كيما يقول لك سهله باش تكيتي الفريق سمعتني سهله كاع هي سهله سمعتني سيرتو عند الحجم الرين. مي كيما يقول لك حب الفريق واللاعبين كيما يقول لك اللي مازالت لا كونفيونس بين ستاف تكنيك واللاعبين خليناها كيما يقول لك رانا متفائلين بالمستقبل تاع الفريق. حتى الان رانا متفائلين بالمستقبل تاع الفريق مالغري لو نيل تاع هذا. ما يخفالكش بلي رانا لاعبين 3 مباريات لداخل 4 مقابلات خارج الميدان لعبنا مع بريسك لي ليدر ولا اللي راهم يتصدروا البطوله. هذه هي كره القدم علمتنا تجارب كبيره. كاين اللي ما يبداش مليح ومن بعد كيما يقول لك لي روبير تاعنا نشدوهم بشويه علينا لي فوت انديفيديوال نتحملهم على اللاعبين. معليش سمعتني انا نحمي اللاعبين تاعي ماشي ملي نخرج للصحافه باش نقول لاعب فلان ولا لاعب فلان هذه امبوسيبل وما تخرج كاع من عند الحجم الرين. نحمي اللاعبين تاعي راهم يبذلوا في مجهودات داخل الميدان. شفنا ان كرون ماتش كونتر ايكيب بيان اورغانيزي الحمد لله. هذه النقطه بالك كيما يقول لك زدناها في الراس تاعنا ما كانتش كافيه. ان شاء الله من الماتش الجاي ان شاء الله ثاني بالك نسترجعوا لاعب ولا اثنين وهذه كيما يقولوا بصعوبه باسكو هذو اللاعبين انديسبونسابل في الفريق. كي نذكر لك انا راجي ونذكر لك بومبو العيد نذكر لك عبو نذكر لك منور هذه ديجا ايكيب سمعتوني ولا هذه ديجا ايكيب. مي الجمهور تاعنا يطالب بالاخر يقول باللي ريكريتمون درنا درنا مي حتى الان مازال كيما يقول لك النحس راه يطاردنا في هذه القضيه. سير لو بلون تكنيك كيما يقول لك نحلوا المقابله. كانت عندنا فترات لينا كانت فترات الواتسلي استغلينا الهفوات اللي كانوا عندنا سجلتهم واتسلي ورجعنا في النتيجه سجلنا هدفين نظن كنا قادرين نسجل الهدف الثالث. نتاسف على النتيجه اللي نتاسف عليها النتيجه. مي نشكر اللاعبين كاع اللي بذلوا هذه المجهودات وان شاء الله كيما يقول لك حنايا بويسك رانا قاعدين في هذا الفريق رانا متفائلين باللي ان شاء الله من القدام نعاودوا نحسنوا الامور تاعنا ان شاء الله. الحمد لله كيما يقول لك جينا احنا بنيه الفوز مالوريزمون والله كيما يقول لك بعض الاخطاء البدائيه في سيرتو في الماركاج. كيما يقول لك رانا كل ماتش ابري ماتش نزيدوا نتعلموا وان شاء الله ما يخفاكمش باللي الفريق راه كيما يقول لك بروغريسي من الماتش الفوز ان شاء الله كيما يقول لك نبقاو في لو ميم ريزيطا لو ميم اوبجيكتيف باش نلعبوا الادوار الاولى. الاولاد كيما يقول لك داروا ان بون ماتش لعبوا كيما يقول لك تور لو بولو تو الحمد لله. النتيجه كيما يقول لك مرضيه تعادل ان شاء الله كيما يقول لك تسمح لنا باش نواصلوا سلسله النتائج الايجابيه ان شاء الله. كيما يقول لك كاين نقطه مهمه اللي لازم كيما سي لو مومون باش الفريق الناس تلتف حوله باسكو اليوم راني سايب كيما يقول لك رئيس يجيري كيما يقول لك بالاموال تاعو باموال في الاداره من ديبي سيزون. نتمنى ان شاء الله السيد ولي ولايه تشلف هو المسؤول الاول على هذه الولايه السلطات المحليه ان شاء الله توقف معنا باسكو الاموال لازم تجي في وقتها. اليوم الفريق راه محتاج هذا الاموال. حنا رانا نبذلوا مجهودات كبيره باش شاك ماتش نموتيفو لي جوار ونخليهم في لي ميير كونديسيون. نتمنوا ان شاء الله السلطات توقف معنا باش نحققوا لوبجيكتيف باسكو عيب بهذا الفيكتيف وهذه التركيبه البشريه ما نلعبوش الادوار الاولى. نتمنوا ان شاء الله التفاف الجميع ان شاء الله ونحققوا المبتغى والهدف الرئيسي وهو الصعود ان شاء الله ونفرحوا كاع الجمهور الشلفي ان شاء الله. الحمد لله نظن انه نقطه من خارج ديار قادمة نقطه ايجابيه ولو انه جينا بنيه الفوز. بغينا نستثمروا في الوضعيه اللي راه يمر بها فريق جمعيه وهران فريق كبير اللي نتمنوا له ان شاء الله باش يعاود يرجع للسكه الصحيحه وان شاء الله يروسيزي واش فاتوا. احنا جينا بنيه الفوز مالوريزمون تلقينا هدفين نقدر نقول لك بسذاجه مونك دو كونسونتراسيون دو بالاريتي اونكيسينا دو بيت اون راتي بوكو دوكازيون سيرتو لا بروميير ميتون. لكن الحمد لله قدرنا نرجعوا بنقطه ايجابيه اللي تخلينا نكملوا المشوار ان شاء الله نخموا في المباراه القادمه امام سريع غليزان
ان شاء الله نحققوا فيها نقاط ثلاث ونكملوا في البون باركور اللي رانا فيه باذن الله. ليكيب لادفيرس كانوا ملاح، كانوا موتيفي، ما تنساش جاهم كانت عندهم 3 بوان باسكو حنا كنا حابين جو هنا ندوني ليكيب لي 3 بوان باسكو خرجنا ام دي فات لا كوب، كنا معولين ولعبنا شغل اللعب تاعنا، كنا رابحين، كنا خاصين 1-0 وقاليزين وزدنا الدوزيام. ربي قدر قاليزاو لنا باسكو كانوا هما دخلوا دوزيام ميطو موتيفي بزاف، والحمد لله حنا لي سونشال 1 بوان. الماتش الجاي نريسيفي بوركوا با ان شاء الله نزيد ريكيبيري 3 بوان، نروحوا لها ايطاب بار ايطاب وان شاء الله كما نقول لك نكملوا هذا المينوال هذا ان شاء الله في الشامبيون ان شاء الله. بونس كو المقابله تاع اليوم اللاعبين مشكورين على المجهودات كاع اللي قاموا بهم في مباراه اليوم. الله غالب الحظ ما كانش معنا بور 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 ان دوزيام فوا. بونس كون في دي بون ترافاي اونتر لو جروب مع ستاف تكنيك، رانا نديرو خدمه مليحه. مالوريزمون رانا راهي عندنا هذيك لا مالشونس هذيك شويه في لي ماتش. بونس كون في بوكو دي فور اجوردي في الماتش، كان خاصنا شويه لا ريوسيت، الحظ ما كانش معنا. ان شاء الله اون فار اترابي تو سا في لي بروشان ماتش، مي بونس كو بور لو روندمون اي بور لو ترافاي دي جروب الحمد لله ان شاء الله اون فا كونتيني كوم سا، ان شاء الله اون فا شيرشي هاد لا فيكتوار لي صافي لونطون. رانا نديرو لي ماتش تاعنا، رانا نديرو كاع اللي علينا، مالوريزمون مانيش كونكريتيزيو الريزيلتا فينال راه توجور ما يكونش معنا. جوبونس كون فا كونتيني ا ترافاي، ما عندناش حل، اون فا كونتيني ا ترافاي ان شاء الله دافونتاج. وي بروشان ماتش اون فا راترابي ان شاء الله، اون فا جوي بور غاني ان شاء الله. سي نورمال، ما يخفالكش باللي عندنا 6 لاعبين مصابين، دونك اللي هذا امر اللي عرقل بزاف الطاقم الفني. مي جو بونس كو ميم لي جوار قلت لك اللي يلعبوا اليوم ولا اللي راهم يلعبوا لي ماتش هادو مع سون لي بليسي، جو بونس كو الناس راهي تقدم كاع اللي عليها، فهمت؟ الناس راهي تقدم كاع اللي عليها وراهي دير مجهودات كبيره. ان شاء الله لي بروشان ماتش ان شاء الله ريزيلتا تمشي معنا ان شاء الله.